العدالة الطارئة لنقابة محامين مصر بتاريخ 24/10/2011. كلام واحد من شخص واحد. 24/10/2011. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده. رسالة الجمعية العمومية للمحامين واضحة، أن الجمعية العمومية منعقدة من تاريخ 24/10/2011 في انعقاد مستمر وعمل دائم بشأن الأزمة الراهنة خلاص بصدد مشروع السلطة القضائية. قرارات الجمعية العمومية هي القرارات الأعلى، واجتمعت جموع المحامين ما يقرب من 15,000 محامي دون انتخاب نصبوا عليهم شيخ المحاماة الأستاذ زكريا إدريس، فهو الممثل الشرعي للجمعية العمومية. فمن يظهر في الإعلام أو يظهر في الصحافة أو يتفاوض بغير الرجوع للجمعية العمومية لا يمثل إلا نفسه. كون أن نقابة المحامين في دأب مستمر من الزملاء، ده بصدد النهاردة كيفية تشغيل دور المحاكم وإزالة العوائق الموجودة في دور العدالة، لأن الالتزام المهني للمحامين حماية القضاء وحماية المحاماة بغض النظر عن أشخاص القضاة أو عن أشخاص المحامين، لأن المحاماة هي عماد القضاء وسناده. فاجتماعنا اليوم بصدد ان احنا النهاردة بعد اجازة العيد عايزين نفعل النهاردة دور العدالة ومصلحة المتقاضين والخروج من الازمة الراهنة. النهاردة نقابة المحامين عملت مؤتمر صحفي عن طريق الجمعية العمومية امبارح، بعثت فيه برسالة تقدير لمجلس الوزراء او المجلس العسكري على انهم وقفوا من القضاء والمحامين على مسافة واحدة، وصدر البيان بارجاء البت في قانون السلطة القضائية لحين وجود برلمانات منتخبة. فهذا هو مهدأ ثورة المحامين، فنحن على هذا العهد وعلى هذا البيان، إلا إذا حدث جديد فثورة المحامين تشتعل من جديد ضد هذا القانون. لن تسمح المحاماة والمحامين بمرور سمة مواد، لأنه أذيع بالأمس في الإعلام وفي الصحف أن هناك رغبة من خروج بعض الصلاحيات ليخوض القضاء العملية التشريعية المزمع إجراءها في 2011 بوجود نصوص حصانة لهم. لن تسمح المحاماة والمحامين بخروج أي نص مطلقا إلا بعد البت على المجالس التشريعية المنعقدة في 2011. عمومية الأستاذ زكريا إدريس، وأنا بقول الكلام ده بصفتي أمين سر اللجنة للجمعية العمومية خالد أبو كراء، ودي قرارات الجمعية العمومية هي عبارة عن أربع قرارات: سحب المشروع، إرجاء البت فيه لوجود برلمانات منتخبة، نمرة ثلاثة لا يمثل نقابة المحامين سوى مجلس نقابة المحامين المنتخب، وأن من يمثلها في الإعلام أو الصحف لا يكون سوى رئيس الجمعية وهو شيخ المحامين أستاذ زكريا إدريس. ثلاثة، تطهير القضاء من القضاة الذين شاركوا في انتخابات 2010. فنحن نبعث برسالة للقضاة بأن طهروا أنفسكم قبل الانتخابات التشريعية. وهذا حديثهم وليس حديثنا، هم من أعلنوا بأن من بينهم قضاة فاسدين ومزورين زوروا الانتخابات التشريعية، فهذا حديثهم وليس حديث، فعليهم أن يطهروا أنفسهم. ضمن قراراتك أن الاستمرار الجمعية العمومية برضه. الجمعية العمومية منعقدة حتى منعقدة خلاص. حتى انتخابات نقابة المحامين يوم 20/11 مصرين المحامين بالإجماع على إجراء الانتخابات في 20/11، وأي عمل تعليقي من اللجنة القضائية وأي عمل يعوق إجراء انتخابات نقابة المحامين ده مش في مصلحة حد، لا في مصلحة القضاء ولا في مصلحة مصر ولا في مصلحة الشعب. الضمانة الوحيدة هو إجراء انتخابات نقابة المحامين في موعدها المحدد.